بعض الحجاج لا تتاح لهم فرصة المبيت في منى يوم الثامن وهو يوم التروية، وأيضا أيام التشريق يكتفون بالذهاب إلى منى قبل منتصف الليل ثم المغادرة قبيل الفجر، فهل عليهم شيء؟ ليلة منى ليلة التاسع مهم واجبة يجب في منى، لو ما جاء منى إلا صباح التاسع وتوجه إلى عرفة، أو ما جاء إلى بالكلية توجه إلى عرفة رأسا لا حرج، إنما المبيت ليلة الثامن بمنى والتوجه منها إلى عرفات هذا أفضل إذا تيسر ذلك، وإلا فمن قصد عرفة رأسا يوم التاسع لا شيء عليه.